رحلة مليئة بالجد والاجتهاد وروح المنافسة تبلورت في مسابقة تحدي عمان لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتعد هذه المسابقة مبادرة استثنائية تجسد رؤية ورسالة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إذ توفر منصة علمية للمشاركين لعرض إبداعهم في مجالات التقنية المعاصرة. عندنا مواهب وإبداعات طلابية ومبادرات أيضاً بالشركات الطلابية جاهزة للوصول لسوق العمل، وبعضها فعلياً بدأت في مرحلة التصنيع، ونجد أن هذه الشركات شركات حقيقة استخدمت الإبداع والابتكار وأيضاً أفكار جديدة لربما لأول مرة تطبق على مستوى واسع. الهدف من هذه المسابقة هي إتاحة الفرصة للطلبة سواء العرض أهداء مهاراتهم وتفكيرهم وإبداعاتهم سواء كان على مستوى المشاريع التخرج أو على مستوى الشركات الناشئة. هذه المسابقة هي مسابقة أولية، بحيث أنه المتأهل من هذه المسابقة رح يمثل سلطنة عمان في مسابقة تحدي العرب اللي رح تكون في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي في أكتوبر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المسابقة ضمت أفضل 10 مشاريع تخرج طلابية، حازت فيها على المركز الأول جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص، والذي يعنى للمكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما تم اختيار أفضل 10 شركات ناشئة حصل فيها على المركز الأول مشروع رقي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة. شركة موقد هي عبارة عن شركة تقوم بإعادة تدوير المنتجات المهدرة واستغلالها كمنتجات صديقة للبيئة، واستخدمنا في هذه الشركة هي منتج الفحم اللي هو صديق للبيئة بنسبة 100%، ويحل كثير من المشاكل ومن ضمنها مشكلة التصحر. واليوم كما تشاهدون الآن أنتم معنا يتم تقييم جميع المشاريع 20 المتأهلة لاختيار أفضل 3 مشاريع، سواء كانت على مستوى مشاريع التخرج أم على مستوى الشركات الناشئة. فكرة منتجنا هي عبارة عن فكرة مستحلة بديلة للصخر العادي، تبرير زائد التسخين وأيضا مانع للصواعق. إن المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو أن يحاكي ويتخطى الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا، وهو الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار والإبداع. بلقيس بنت خليفة المكتومية، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة.